شهرزاد، هاي السؤال الأول. السؤال الأول سي بارتي. بسم الله. موقف صرا لك وما قدرتيش تسامحي على جالو؟ نقولوا كاين اثنين بصح واحد اكثر من الاخر، انه الفنان يتحقر فوالا، ما باش ندخل في التفاصيل بصح فوالا، كل المنتجين يحترموا الفنانين، ويانا ما غادي تاع الفنان يجري يقعد يجري عام كومبلي مسكين على دراهمه ولا باش يقدر يعيش. هذا موقف اللي فريمون ما نسامحوش، خاطش كل واحد ما يخممش غير على روحه، ما يخممش على نفسه. الناس عندهم عائلات، عندهم ما تعرفيش حياتهم، حقهم تعبهم، حقهم تعبهم. شارز، نزيد لك انا سؤال. اسكو سامحتي الشخص اللي سرق لك حقيبتك اللي كان فيها بزاف اشياء مهمه بالنسبه لك؟ كان يجي قدامك دوكا يطلب سماح، تسمحي له ولا لا؟ ايه شوفي، سماح وي يا با بروبليم، سماح نكذب عليك، كي صرات وكلت عليها ربي كل يوم، وانا نوكل عليها ربي، وسورتو وقفنا في شرع كيف كيف شفتيه؟ ايه وعقلتو، هو قدامي وانا قدامه، بديت نبكي قدام لو جوج. واللي غادتني سي كو صغير شباب خموس عليه، جو مغابيل 19 ان جون هوم، كي نقول لك الله يبارك عليه، غادتني قلت تسمى سي ان جون هوم، تحبي تفهمي، تحبي تقولي الحق يسرق وكامل، مي اون ميم طون تغيضك، خاطش الخدمه اللي كانت في هذاك انا شفت العمل تاعك، كنتي سافرتي لواحد المكان نسيت وين وش من بلد وتحطيتي في موقف انه ما كانش عندك سيرتك الذاتيه وكل شيء. اكزاكتومون، دونك سماح نسامح بصح تقعد وعلا. تبقى فضلي السؤال الثاني.